السلام عليكم. شوف اليوم شو راح نعمل، هذا هو السيزن إلها. قلت لكم فيها تو ماتش انتي اكسيدنت، فيها بيتا كروتين، فيها الاي سايت هيلث، فيها افري هيلث يو ثينك از ان هير. السلام عليكم. شوف اليوم شو راح نعمل، هذا هو السيزن إلها. قلت لكم فيها تو ماتش انتي اكسيدنت، فيها بيتا كروتين، فيها الاي سايت هيلث، فيها افري هيلث يو ثينك از ان هير. سو وي جونا دو ذس، بس يو نو ذا تشالنج از تو دو ات وذاوت كارب. ناو ايل شو يو هاو. سو وي نيد almond. If you have other shape, do it. You need pumpkin. You need paste. You need peanuts. You need Brussels sprouts. You need this one. This is very low in carb at the moment. Cilantro, onion, cauliflower, salt, pepper, paprika, onion powder, garlic, and that's it. And you need ginger. This is the whole thing. And of course you need meat, it's defrosting in the microwave. I open it, and we're gonna clean what's in it. After you clean it, put the salt and pepper عليها, leave it on the side to see what we're gonna do next. And paprika and some onion powder. شوفوا كيف سويناها، خلص خلصناها. هلا بس بترشيها. gonna put the bean sprouts. And you're gonna put some salt. And I put the chicken here. See, you saute the onion with the garlic. Then you add the ground beef. You know, this low carb lifestyle is kind of difficult sometimes. If you want to bake something, you need rice or something for it. So you have to change it. But the key is it's gonna taste good, and that's the challenge actually. And a little bit of paprika. And you just mix it together, make sure it, because it's done. See? Just wanna make sure it's see how is it cooking? Almost finished. Now you put salt and pepper. هاي خلصناهم هذول كمان. هلا بدنا نقلل. هذه الإدمامة. هذه very low in salt and high in protein and فيها الأستروجين. اللي هيلثي في المانيبولز تبعك، بس بدك تقليها شوية يعني مش كتير. وادي شوية بابريكا وشوية صالت وشوية بابر وحركي. هلا بنحط هذا كمان بالصحن. انتم ملاحظين بنقلي كل شيء على جهة عشان الفليفر تبقى زاكي، ماشي؟ عشان كله يبقى زاكي. شايفين شو بتعمل الزهرة؟ طبعا رح نستعملها لان ما فيش بديل غيرها. طيب تحمص اللوز وتحطي كمان بذر القرع.
بس بتحمصيهم شوية مش كثير. شايفة؟ خليهم بس يتحمصوا. شايفين هلا بنسوي البصل تضل تحمص فيه. البصير بهي اللون. بتحضري وان ريد بيبر، هذه عشان تعطيها نايس كلر. هذه بس عشان تعطيها نايس كلر. هاي التومة بتحطيها. شكلها ذاكية صراحة، إن شاء الله بس تنطبخ تبع ذاكية. بصراحة شكلها ذاكي، إن شاء الله بس تعجبكم. وهلا هو سيزن الصراحة البامكن، يعني الشاطر اللي يشتريها. شايفين هاي القرعة عنا، وحضرنا الحاجات اللي راح نحطها فيها. أول إشي راح نحط اللحمة. وبتحطي اللوز والفستق المكسرات. وهلا بعد ما تفرديه بتحطي البصل، لانه البصل راح ينزل المية ويخليها تستوي. هلا نحط شوية سبراوتس، هدول انا درتهم فوق الخلطة بعدين ما اتذكرت انهم مش لازم يبقوا بالخلطة. ماشي. بحرتها عشان تبقى شوية مبهرة. وهلا بنصير نجيب الحشوة ونحطها. ممكن هذه لازم تبقى رز باي ذا واي، يعني هاي الحشوة لازم. شفتوا كيف بتحشي الخروف ولا بتحشي التركي؟ الحشوة اللي بالرز والجزر هذه الحشوة لازم تبقى منها، بس لأننا بنحاول نعمل اللو كارب لايف ستايل مش حينفع. It's not gonna work if you do rice because we're doing low carb lifestyle. And you know, الحمد لله my kids enjoy it. I guess لأنه الأكل زاكي. وهلا شوية بصل خليتهم أحطهم على الوجه عشان يعطوا نكهة وفليفر، عشان ميتهم راح تنزل وراح تعمل الحاجة. شايفة؟ خلص هيك، لا بتحطي مية ولا إشي. It's done. كازي بيضة، والبيضة هلا بتشوف اللي شو لازم. لازم شايفة تدهني الدوائر من جوا. حطي بيض على الدائرة. بس شايفة دهناها من كل الأماكن. وهذه لها مغزى، ها شايفة؟ بتسكريها as you're supposed to تسكر. شايفة؟ وبتدهني دايرها من فوق. هلا بنحطها بالفرن لعشر دقايق، وبعد العشر دقايق بورجيكم شو راح نسوي. بتحط الفرن 350 لمدة ساعة، بس انا راح احطها 15 مينت او 10 مينت واطلعها. هاي طلعتها من الفرن لها بس 10 دقائق. تأكدي انه يفوت البيض في الشق. That's what is gonna seal البامكن. وهلا بروح احط كمان شوية بيض على الداير اتأكد عشان تسكر. هذا البيض بساعدها تسيل. ماشي. وهلا شايفين شو بيصير؟ هلا لازم نقلبها. ماشي. وهلا بتصيري تدهنيها زيت عشان تبقى شايني لما تطلع من الفرن. اوكي. انتوا راح تدعولي عليها، والله it's very very delicious. Oh my god، اكلت شوية من الفيلينج. It's unbelievable، والله انكم راح تدعولي بالفعل.
لانها هاي ما حد لسه عملها. ماشي عليكم. شايفين كيف البامكن كان شكلها؟ هلا طلعتها من الفرن بعد ساعة، هلا بقسمها بوري. شايفين منظرها؟ هلا شكلها كتير مستوية. اخر نظرة مستوية وتيستي بصراحة، اكستريملي ديليشس. شايفه؟